المرة جبت لكم كيكة بالمشباش بطريقة بسيطة ومكونات أيضا بسيطة جدا، يعني فقط تخدموها بالبغاميكسور. إذا بسم الله على بركة الله، واش نحتاجه؟ في إناء نحتاج 3 حبات بيض، زدت عليهم كاس إلا ربع من السكر، كاس إلا ربع من الزيت، وكاس إلا ربع من الحليب. نخلي لكم المقادير بالجرام في الديسكريبسيون. زدت هنا ملعقة صغيرة من الفانيليا. نستعين بلو بغاميكسور ونرحي كل نخلط كل المكونات حتى يذوب هذاك السكر. نضيف هنايا كاس ونصف من الفرينة، ضفت عليها كيس من الخميرة الكيميائية أي 10 غرامات، ونضيف مبشور الليمون. الفرن بطبيعة الحال راهو شاعل. نخلط كل المكونات، وهذه الصينية اللي استعملتها مقاسها 25 على 25. هنايا نقيت المشماش، قطعته إلى 4 قطع، ونبدأ نستفهم بهذه الطريقة، يعني بالجهة المقلوبة. فقط هنايا زيدوا شوية سكر من فوق باش يجيكم شوية حلو. نحطه يطيب لمدة 20 إلى 25. بعد ما برد دردرت عليه شوية تاع سكر وقطعته، يعني يجيكم كيما المسكوتة بالمشماش. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم عجبتكم. إذا ما بقى لي غير يقولكم بون ابيتي تو المونت.